يو السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم. اليوم تيست رايد سكرامبل 800، واللي هو هذا كما كتشوفوا. ندير لكم شي لعيبات فيديوهات عليه تشوفوا. نورمالمون هذا موطو كلاسيك، ما هو كلاسيك، ما هو روتستر، سميتو سكرامبلر. اش ندير لكم انا سميتو سكرامبلر. تسميه سكرامبلر معروفه في لي موطو، يعني كيجيو دي موطو عاليين شي شويه، سيسبونسيون عاليه. كاينين لي موطو سكرامبلر معروفين بزاف في تريومف. تريومف عندها سكرامبلر، عاد خرجت موديل جديد سميتو تريومف سكرامبلر اكس اي اكس اي. سكرامبلر فيه 3 ولا 4 لي موديل. هذا سكرامبلر بيزيك، ولا يكون قدر تكون سميتو ايكون. المهم ما كاينش اختلاف بيناتهم، هو غير الصباغه ولا في اللون. هذا يعني سميت موديل سميتو سكرامبلر، فيه 4 الانواع. كاين سكرامبلر هذا، وكاين ديزرت سليد، كاين كافي ريسر، وكاين سميت الرابع يا ربي. شنو الفرق اللي كاين ما بين 4 لي موديل؟ هو غير كاين تقدر تلقى مثلا غير الصباغه في اللون، حيت الكولور ديال ديكاتي معروفه، عندك الاحمر والصفر، هادو الكولورز ديال ديكاتي اللي معروفه بهم. تقدر تلقى مثلا الايكون فيه غير لون احمر ولا غير صفر، وتلقى عاوتاني لوانات اخرين بشكلات اخرين. كافي ريسر راه مبدل كاع، لا في الجلسه لا في الكيدون لا في المرايات، سيسبونسيون بو. كاين ديزرت سليد واللي هو عالي، يعني هذاك غنسميوه سكرامبلر ديال بصح، حيت نورمالمون لي سكرامبلر كيكونوا عاليين، اللي سميتو الجوانطات كيكونوا ديال غيون فيهم بحال الشكل ديال تخيون، حتى هي عندها سكرامبلر ديالها. دونك غير هو الفرق ما بينه وبين تريومف توين، هذاك باراليل توين، هذا ال توين. كما معروفه ديكاتي كلها عندها باراليل توين، من غير لا فيرسو الاخريه اللي خرجت ديال في 4، واللي كاينه يعني البانيغالي في 4 اللي خرجت فيها عاوتاني جوج لي فيرسيون، في 4 النورمال والاس اللي عندها 4 سيلندر 1100، ولا الاخرى الفي 4 ار اللي فيها غير 4 سيلندر 1000 سي سي. دونك رجعوا لموتورنا، هذا دونك الشكل ديالو هو سكرامبلر، يعني ما هو روتستر، ما هو ترايل، ما هو سبورتيف. الموتور كيما البيكالات ولا الطوموبيلات فيهم انواع مختلفه، ماشي اي موتور ضروري يكون مديور للفيتاس. كاين دي موتور كل واحد لاش مديور، كاين اللي مديور للصخره، كاين اللي مديور يعني تمتع بها غير وسط المدينه، كاين اللي مديور للنخواب، كل واحد لاش مديور. هذا سكرامبلر زوين، موتور صغير في الحجم وما ثقيلش بزاف، براتيك للمدينه. الماكينه هذا فيه 800، كاين فيه الماكينه 400 اللي ادو بيرمي ادو بالنسبه للناس اللي على برا، وهذا حنا مع الناس المغرب بيرمي ادو. وكاين الموديل الجديد ديالو 1100 حتى هو باراليل توين ال توين، وهذاك 1100 كما كان في المونستر 1100 القديمه. هذا الماكينه فيه 800 اللي كاينه نيت في المونستر 796 و 796، جوج بهم. كاين المونستر جديد وكاين المونستر القديم، بجوج بهم ما فيهمش يعني الغفخواديزمون ليكيد، فيه غفخواديزمون غير بالاغ. هذا براسو فيه غفخواديزمون، هذا فيه ليكيد ولا ما فيهش؟ ما كنظنش، يمكن فيه هذا غير الزيت. دونك ال توين باش معروفين هما كيترعدوا كيترعدوا، يعني هذا الكاركتر اللي زوين فيهم، ماشي بحال كيترعد الكات سيلاند، ولكن الترعيده ديالو بوحدها هو اللي كيعطيهم داك الكوب في لاكسيليراسيون باش كيكونوا زوينين في وسط المدينه باش كتخيط بهم. كندور غير في نفس البلاصه، ما باغيش نبعد على كاوازاكي اللي كاينه هنا. دونك بالنسبه للكوب اللي فيه كي غادي نشوفوه، هو قل شي 68 تقريبا ديال الكوب، والهورس باور فيه 75، يعني البيجينير واش يقدر يبدا به؟ وي يقدر يبدا به، سيرتو هنا كما قلنا في المغرب ما فيهش بيرمي ا دو، دونك يمكن لك تبدا هذا فاسيلمون، ما فيه حتى شي مشكل، ما فيهش شي بويسونس اللي تخاف منها.
الفيرسيون 400 حتى هي زوينه وناقصه في الثمن. البويسونس كاين الفرق بيناتهم الاخرى غير تقريبا شي 47 48 الخيل، هذه 75. الكونسوماسي غادي يكون الفرق بيناتهم بيان سيغ الحجم الموتور ولا الثقل، ما كاينش الفرق كاع، كاين الفرق في الثقل بيناتهم يمكن شي 3 كيلو ولا شي حاجه بحال هكا. غير هي بيان سيغ غادي يكون بويسونس مبدله 75 ماشي هي 47. دونك نوقفوا هنا نشوفوا هذا الموتور كيفاش كيترعد. دونك الكاتسيلاند غير كتطلق بحال هكا كيزيد عادي، اما هذا فاش كتطلق منه هذه كاتي وحده اخرى. هنا لي ديكاتي في المغرب موجودين، كاين كونسيسيونير كاين كوميونيتي كبيره ديال ديكاتي، دونك ما تخافش منه ما تلقاش بياس ولا هذا. بحال الشكل ديال الهارليس حتى هما عاود موجودين عاوتاني، ولي ديكاتي اللي زوينه فيهم هو كتاخذ شي حاجه اوروبيان ميد، يعني ماشي شي حاجه مديوره للماس ماركت بحال الهوندا كاوازاكي ياماها لي مارك جابونيز. عندهم كوميونيتي ديالهم كيخرجوا مع بعضياتهم، يعني كاين جروب كبير ديالهم، يعني كتحس بالفرق. anyway رجعوا للموتور ديالنا، هذا موتور خفيف الصراحه، فيه 186 كيلو، يعني عامر بليسونس بالزيت بكل شيء ديالو، واللي هو موتور خفيف بالنسبه للمدينه ولا خارج المدينه. طبعا هذا فيها كما قلنا 75 الهورس باور، ما مديورش نهائيا انك يعني تجرى، يعني ما عرفتش واش كيحط 180 200 ما كنظنش انه يوصل له ولا يقدر يوصل له. دابا هذا المشكله ديال لي روتستر هو البرد، واخا يوصل له راه غادي يكرفسك مزيان. دونك هادو مديورين غير باش تستمتع بهم في المدينه تقضي المصالح ديالك. دونك عندنا لي ديكاتي كما قلت لكم كيترعدوا، يعني واللي هي مساله طبيعيه، ماشي تقول مال هاد الماكينه كترعد بزاف ولا هذا، حيت هي ال توين لا ضروري ما ترعد. وحتى يعني في لي تور كيكونوا طايحين، دابا بحال هذا انا غادي 3000 تور او كيترعد ليا في يدي نورمال، حتى السوبر ديوك كطيم اللي عندي حتى هي كترعد بحال هكا، وهذا اللي كيعطيهم كاركتر ديالهم زوين. ولكن انفو كتفوت داك 3000 تور بحال هكا، دابا انا 4000 تور ما كاين لا فيبراسيون لا والو، والبويسونس كاينه موجوده ما تخافش يحشمك مع شي طيماكس ولا هذا. تقول لي هذا فيه ماكينه 800 وانا كنعرف الزيت 800 حتى هي يعني مزيده وكتحط 240 ولا 250 ولا ما عرفت شحال كتحط، ولكن هذا كما كنرجعوا عاوتاني كل اي موتور لاش مديور، واخا تكون عنده ماكينه 800 ولكن الكارتوغرافي ديال الموتور مديوره باش تمشي مرتاح وسط المدينه، يكون عندك الكوبي ما مديوراش باش تمشي طوب فيتاس. راه كاين الموتوغيس 600 راه كيوصلوا ل 270. دونك نرجعوا للموتور ديالنا، الموتور ديالنا حاني الصراحه، يعني انا كنحط رجلي فاصلين من الارض، الكرسي ديالو كبير اللي غادي يجلس معاك عاوتاني شي حد غيجلس مرتاح، كيدون عنده طالع كيدون روتستر، جلسه فيه مرتاحه بزاف جلسه ملكيه. الطابلو راه كاين كما كتشوفوا الطابلو صغير، ولكن داكشي اللي فيه كافي، كيبين كلشي، كيبين لك الفيتاس، كيبين لك لي تور، نورمالمون لي تور كيكونوا الفوق هذا دايرو من التحت هما غيبانوا كيدوزو من التحت. اون فوا كطلع لا زون روج كيشعلوا جوج بولات كيعلموك لك راه وصلتي لا زون روج. هي في عاوتاني الساعة ولا الفيتاس اللي غادي بها، الغابور نشوف واش كيبينو ولا مكيبينوش، مكيبينش الغابور باش غادي، ولكن الغابور الأغلبية ديال لي موطو مكتلقاش فيها، هادي مسألة عادية راه كتولف عليها مع الوقت وصافي، كتبقى يعني فاش كتشوف الموتور ديالك مكيكسيرش مزيان كتعرفو راه طالع في لي غابور. كاين كاين حتى الفخا موتور كاين. ماشي دونك بالنسبة للصوت راه ستوندار ما كيتسمعش بزاف، امتى كيتسمع؟ حتى كطلع في لي تور. دابا انا شحال هدا 4000 تور ها كيتسمع نورمال، حيتاش لي موطو جداد كاملين كيخرجوا بهاد لي بو بحال هكا، حيتاش كاينين دي نورم مايقدروش يعني يتخطاوهم. الوغ انت فاش كتاخذ موطو من بعد كتبدل البو كيما بغيتي كيبقى الاختيار ديالك، اما الموتور ضروري ما يخرج بالبو ديالو.
ما كيصدعش وما كيلوتش. كاين ديبو كيما بغيتي دير له ديبو، كاين الاكرا، كاين ديكاتي باش معروفه بالترمينيوني، كديرهم كتفدلهم وكتزيد ليه في السويت وكتستمتع بال التوين سوي ديالو. يا سلام، غيدون كبير واسع يعاونك انه تميل الموطور كيما بغيتي. اون بليس الموطور خفيف كيدور بحال شي ريشه، من اخف لي موطور اللي جربت. جربت حتى سميتو يا ربي الام تي 07 حتى هي بحال هذا الشكل. احسن حاجه هو الموطور خفيف وسط المدينه. فرانات فيه لابيس قدام اللور، يعني ما تخممش الوقيته ديال الشتا ولا الفزاك. فراني مع راسك، غير يكون البنوات يعني مازال فيهم شي شويه ما يتكال. دونك بالنسبه للمدينه نشوف واش غادي يسخن لينا ولا لا. دابا انا في وسط الزحام، كنت كنكسيري شويه، دابا دخلت للزحام نشوف واش غادي يسخن. ما فيهش الغادياتور، هذا اللي عنده هنا على الشمال غير ديال الزيت، ماشي كاع لي ديكاتي مونستر عندهم الرادياتور ديال الماء. ها كيفاش كيديماري؟ كيديماري العكس ديال لي موطور الاخرين، ودي معروف هاد الديكاتي. كي كيشعل الطابلو كتطلع هاد البوطونه كتبان لك هادي ديال الديماراج، كديماري حتى هاد الديماراج ديالو كيبان لك بحال راه البطاريه ضعيفه، ولكن هذا هو الديماراج ديال ديكاتي. كاع لي ديكاتي عندهم ديماراج بحال هكا، كتعلق البوله ديال لابيس هنا قبل ما تحرك باش تعرف اللي لابيس خدام. اللي ما مولفش على الديكاتي ولا الال توين تجيلو داك النغزه الاوليه اللي كيطلق لومبرياج كتجيلو في شكل كيخطف. سو هاد الموطور لمن، واش اللي باغي يبدا وي يقدر، اللي باغي يبدا يقدر ياخذو. اللي عنده الاكسبيريونس بيان سور ياخذو حاجه عاديه، ولكن على حسب شنو هو، علاش كيقلب. الا باغي سبيد هاد الموطور ماشي ليك، الا كتقلب على ستانت وي تقدر ديرو. اللي كيعجبوه المسافات الطوال صافا، يعني هذا ماشي موطور ديال السفر، تقدر تسافر به بيان سور، ولكن كاين ما احسن. المدينه بارفي. سميتو الا خفتي من البي اس ما تلقاش كونسيسيونير ديكاتي موجود، لي ديكاتي موجودين. البي اس ديال ديكاتي لي مونستر الاخرين غادي يخدموا لهذا، كونسوماسيون ما كيطلعش وما كيطلعليش بلي شحال بنزل فيه ديال ليسونس. يعني فاش كيقرب يسالي ليسونس كتطفى البوله، كتعلق البوله ديال ليسونس، البوله ديال ليسونس هي هادي هي كتعلق، هو ما فيهش اللعيبه ديال ديكوي ديال ليسونس ما فيهش. دونك هذا مكان رجعوا الموطور دارو، بارك علينا. هاد ديافيل الملتي استخادة الصغيرة واختها الكبيرة. شنو نجربو زعما هاد ملتي استخادة 950 ولا 1200؟